حابين نتحدث حول الفنتك واهميته للناس اليوم. يعني اكيد هذه يعني نقول واحده من الحلول الموجوده، لكن ايش المشكله الاساسيه اللي فعلا بتلامس الناس وبتحلها الفنتك؟ يعني بالنسبه للعميل او الكاستمر مره مهم وجود مثل هذه الحلول الماليه، لاني انا كعميل مثلا ابي خدمات متوفره على مدار 24 ساعه، شيء يقلل لي التكلفة، شيء ما يحتاج أني أنا أطلع من البيت عشان أسويه. فهي توفر لي حلول عن طريق مثلاً أني أقدر أنا أتسوق أونلاين، أقدر أستثمر. فهذه التطبيقات سهلت الحياة بشكل مرة كبير، فبدل ما أنا أروح مثلاً أوريدي أقدر أستثمر في الأصول، أقدر أستثمر في الأسهم. في تطبيقات كثيرة توفر لي هذا المجال مثل دراية وغيرها. برضو أقدر أستخدم اللي هو المدفوعات الإلكترونية، هذا أكثر مجال اللي يستخدمونه الناس مع الأونلاين شوبينج. فعندنا على سبيل المثال STC Pay، UR Pay، في تطبيقات كثيرة ومواقع تسهل لنا هذا الشيء. أيضا فيها بعض الخدمات أو بعض الحلول للفنتك اللي هي تقدم لي الشراء عن طريق خدمة الأقساط مثل تمارا وتابي وهذه. فهذه جدا يعني أشوف أنها مهمة وتهم يعني بالنسبة للعميل.